بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. هذا هو الباب الخامس من أبواب كتاب الصوم، وهو الباب الأخير، ويليه كتاب المناسك. قوله الاعتكاف: الاعتكاف في اللغة هو المكث والإقامة والجلوس طويلا، هذا في اللغة. وشرعا لزوم مسجد عبادة لله في زمن مخصوص. والاعتكاف ينقسم إلى قسمين: اعتكاف شركي، وهو المكث في غير المسجد طلبا للبركة. قال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على سدرة، على قوم لهم سدرة يعكفون عندها، يعني يطيلون المكث، السدرة نوع من أنواع الشجر، يطيلون المكث عند هذه الشجرة طلبا للبركة، لجلب نفع أو دفع ضر أو زيادة خير أو دفع شر ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: اجعل لنا أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، يعني الطرق، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فمن أطال المكث عند قبر مثلا يطلب البركة منه حتى ولو لم يدعوه من دون الله، وإنما يطلب البركة في الجلوس عنده أو الجلوس عند شجرة أو عمود أو أي بقعة يقول في الجلوس هنا فيها بركة، في غير ما أذن الله عز وجل فيه الشرع وهي المساجد كما سيأتي، فإن هذا والعياذ بالله نوع من أنواع الشرك، أي لا يجوز المكث تعبدا لله في مكان يطيل فيه الزمن المرء إلا في المساجد، كما قال سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد. والنوع الثاني من أنواع الاعتكاف هو الاعتكاف الشرعي الذي جاء به الإسلام، وهو ما بوب عليه المصنف رحمه الله في هذا الباب. والاعتكاف كان موجودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من اعتكافهم منه ما هو محذور ومنه ما هو يوافق الشرع. فمن المحذور ما سبق من الاعتكاف عند الآلهة، ومن المشروع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غار حراء، فكان يتحنث فيه كما قالت عائشة في صحيح البخاري: يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ذلك الغار وحده يذكر الله عز وجل فيه، يختلي به عن الناس. فنزل عليه الوحي في ليلة القدر في ذلك الغار، ولأن شريعتنا شريعة كاملة شرع الاعتكاف في المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله. وهناك ثلاث عبادات
لا تصلح أن تكون إلا في المساجد. العبادة الأولى تحية المسجد، فلا يمكن أن تؤدى تحية المسجد، فلا يصح أن تؤدى تحية المسجد في البيت مثلا، لأن لا وجه لها، لا وجه لها. والأمر الثاني الطواف، ولا يكون إلا في بيت الله الحرام حول الكعبة المشرفة، ولا يوجد بقعة يصح الطواف عليها في الأرض سوى الكعبة المشرفة في مسجد الله الحرام. والعبادة الثالثة التي لا تصح إلا في المسجد هي الاعتكاف، لقوله سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد. ودليل الطواف: وليطوفوا بالبيت العتيق، أما ما سواه فلا. ودليل تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. والنفس مجبولة على تعلق قلبها بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. واختار الله عز وجل لنا زمنا فاضلا، الحسنات فيه مضاعفة كثيرة، فشرع لنا في تلك المدة الاعتكاف لننال ذلك الأجر، وهو العشر الأواخر من رمضان، ليتحرى المعتكف المكثر من العبادة فيه ليلة القدر. قال سبحانه: ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني ما دام أن المسلم متوجه، ما دام أن المسلم متوجه إلى الله عز وجل بقلبه ومكثر لذكره سبحانه ولتلاوة كتابه، جعلها سبحانه في أيام ترجى فيه ليلة القدر لتضاعف فيه الحسنات. فمثلا لو قال أستغفر الله في ليلة القدر كأنه جلس أكثر من 83 سنة وثلاثة أشهر وثلاثة أيام وهو يقول أستغفر الله. ولو جلس ولو مكث في من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وهو يذكر الله ويتلوه، يأتيه من الحسنات المضاعفة في كل فعل يفعله، سواء لو قرأ قل هو الله أحد كأنه مكث 83 سنة وزيادة وهو يقول قل هو الله أحد، ففيه فضل كبير. لذلك سبب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، لأنه لا يعلم متى هي ليلة القدر، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر. وليلة القدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وافقت ليلة 21 من رمضان، وهي تتنقل. فالمسلم يحرص على العبادة من أول العشر الأخيرة إلى آخرها، لعله أن ينال فضل ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: والمحروم من حرم ليلة قدر، ليلة القدر. فالنفس مجبولة على أن تمكث زمنا معينا تختلي فيه مع ربها سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره وتلاوته وتلاوة القرآن والصلاة والصدقة وغير ذلك، ليكون ذلك طريقا لسعادة العبد في الدنيا ورفعة له في الآخرة. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالاعتكاف ليس بجديد على هذه الأمة، وجد قبلها والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، بل إن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا، كما ثبت أن في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها وصفية وزينب اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
اعتكف بعض صحابته مع النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود من الاعتكاف الإكثار من الطاعات في ذلك المكان الطاهر الذي يبتعد فيه المرء عن الناس لئلا يشغلوه عن عبادة الله عز وجل. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف إذ فيه ليلة القدر، وأيضا فيه ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وضوء المكاره وإكثار الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه مسلم. وأيضا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، تقول له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وفي رواية: اللهم تب عليه. يعني الملائكة تدعو أن الله يتوب عن هذا العبد الذي أتى إلى المسجد، وتدعو له بالرحمة وبالمغفرة. وأيضا يرجى أن تجاب دعوات المعتكف، ففي النهار صائم، وفي الليل في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها، وذلك كل ليلة. وهذه الساعة غير الساعة غير الثلث الأخير من الليل، فهي هنا فضل من الله، تبدأ من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الشمس. لذلك في كل لحظة من لحظات الليل قد يكون موطنا من مواطن إجابة الدعاء، فمن استطاع أن يعتكف فليعتكف، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من أحب أن يعتكف فليعتكف. وهي أيام معدودات، في أيام وليال فاضلة تزول بسرعة، لكن في المكث فيها من اعتكف يحصل خيرا كثيرا، ولعله يضيء قلبه إيمانا بسبب تلك الليالي طوال عمره، وقد رضى الله عز وجل عنه رضا لا يسخط عنه أبدا بسبب ذلك الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحسن الله إليكم شيخنا وغفر لكم ولنا ولوالديكم ووالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف عليه رحمة الله في كتابه عمدة الفقه: كتاب الصيام، باب الاعتكاف. والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة وبإجماع العلماء، فمن الكتاب قوله سبحانه: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يعتكف فليعتكف. ومن فعله عليه الصلاة والسلام: إذ اعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأيضا اعتكف أزواجه معه وبعده عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. نعم، وتعريف الاعتكاف وعرفه المصنف رحمه الله لئلا يقع الشخص في اعتكاف شركي، وقال: إن الاعتكاف المأجور عليه المرء هو لزوم المسجد، يعني المكث فيه. وسيأتي بإذن الله: لا يخرج من المسجد إلا لحاجة له، كالأكل والشرب وقضاء الحاجة ونحو ذلك. واعتكافه في غير المسجد لا يصح، وحتى النساء اعتكافهن في غير المسجد لا يصح، بل
يشترط أن يكون الاعتكاف في المسجد ولو للنساء. فلو اعتكفت امرأة في غرفة من غرفها في بيتها لا يصح الاعتكاف، وكذا رجل لو اعتكف في غرفة خارج المسجد لا يصح اعتكافه، فلا يصح إلا ما هو داخل المسجد. والمصلى ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، فلا يصح الاعتكاف فيه، وهو المتخذ مؤقتا للصلاة فيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة. نعم، لطاعة الله عز وجل فيه، يعني بنية الاعتكاف. والاعتكاف يصح في رمضان وفي غير رمضان، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في السنة التي صام آخر رمضان فيها اعتكف في شوال، لأنه لم يعتكف في آخر العشر، لأن لما كثر الناس في الاعتكاف خشي أن يفرض فاعتكف في شوال كالقضاء له. وأيضا ما جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، قال: أوفي بنذرك. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة وإن كانوا في حال كفرهم، فإذا أسلموا ما كان فيه من أحكام معلقة تفعل في الإسلام. فما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم نذره وهو في الجاهلية، بل أمضاه. وقال عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو سنة. نعم، يعني ليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يعتكف فليعتكف. ولأنه لم يعتكف بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثرب عليهم، فمن استطاع أن يعتكف فليعتكف، فهو أفضل ليطهر قلبه ولينوره ولتزود من العبادة في تلك الليالي والأيام الفاضلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. إلا يكون نذرا، يعني لو قال الشخص: نذرت أن أعتكف في المسجد، ثم سألك: هل أعتكف أم سنة؟ نقول: لا، النذر حكمه واجب الوفاء به، فيجب أن تعتكف وفاء لنذرك. أما لو لم تنذر فلا يجب عليك الاعتكاف. وإذا قال شخص: الله عز وجل أثنى على المعتكفين، فدل على الاعتكاف ليس بواجب، كما قال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا في النذر المطلق وليس المقيد. مثل لو قال شخص: نذر علي أن أتصدق، هذا مطلق. لكن لو قال: إن شفى الله مريضي، نذر علي أن أتصدق بألف ريال، هذا النذر مقيد. هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري: إنما يستخرج به من مال البخيل. أما الأمر الأول لو فعله الشخص، لو نذر ووفى بنذره كان مثنى عليه. مثل لو قال الشخص: نذر علي أن أصلي، وقام وصلى ركعتين، هذا ما في بأس. نعم، قال رحمه الله: ويصح من المرأة. ويصح من المرأة، لأن الأصل في الشرائع للذكر والأنثى، إلا ما أتى التخصيص فيه للذكر دون الأنثى أو العكس. فمثلا الصلاة في الجملة مفروضة على الرجال والنساء، وهناك أمور مخصوصة للنساء مثل جواز لبس الحرير والذهب، وهناك أحكام مخصوصة للرجال مثل الجهاد والقضاء وهكذا.
أي إذا لم يأتي تخصيص لأحد الجنسين فالأصل في أحكام التكليف العموم. قال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، آخر الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. نعم، يصح في كل مسجد للمرأة. ففي صحيح البخاري أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا معه في المسجد ووضعنا أخبية لهن، يعني مثل خيمة، لا يرين الرجال ولا الرجال يرينهن. أما اعتكافها في بيتها فلا يصح، وعندنا في الشرع بيت وحجرة. الحجرة إذا أطلقت في الكتاب أو السنة في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيرهم فالحجرة هي الفناء، والبيت هو الغرفة. لذلك بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكون من غرفة، وفي جهته الشرقية وفي جهته الشمالية فناء بلا سقف، سوره من جريد النخل، وبيته هو الذي مات فيه. قال عليه السلام: ما بين بيتي ومنبري. وقال عن البيت الذي وهو الغرفة: وقرن في بيوتكن. وقال عن الحجرة: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. هذه الحجرة هي الفناء. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني في غرفته، سمع صوتا فخرج إلى الحجرة فكشف الستار. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الغرفة لها باب واحد مطل على هذا الفناء، وليس مطل على البيت، على المسجد النبوي. والفناء له باب من صوف أسود، هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه الأخير رفع هذا الستار ورأى صحابته وهم يصلون فابتسم، ثم عاد، ثم بعد ذلك توفي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي معه مرة أخرى. فلو اعتكفت المرأة في حجرتها يعني في الفناء ما يصح، ولو اعتكفت في البيت وهو غرفتها ما يصح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنن يقول: صلاة المرء في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، يعني البيت أفضل لها من الفناء. قال: وصلاتها في مخدعها، يعني المخزن، كان في البيت في السابق يضعون في طرف منه جدار يسير، ومن خلف وخلفه في نفس الغرفة يضعون فيها أدوات ما يحتاجونه من التخزين من التمر ونحو ذلك. قال: وصلاته في مخدعها، يعني في هذا المكان المختفي في داخل الغرفة، خير له من صلاتها في بيتها، يعني في غرفتها. فإذا تاك نص حجرة أو بيت تعرف الفرق، المراد بالبيت الغرفة والحجرة الفناء. نعم. أحسن الله إليك. كما قال سبحانه: نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم من الطعام غير ناظرين إنه، في الغرف. نعم. ومساحة بيت النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الغرفة 18 مترا مربعا فقط، طولها من الشرق للغرب 4 أمتار، يعني 5 أمتار إلى 10 سنتي، ومن الشمال إلى الجنوب 4 أمتار إلى 10 سنتي أيضا، يعني أقل من 5 في 4. هذا هو بيت المسلم ينام فيه ويأكل فيه ويشرب فيه ويستقبل فيه الضيوف ويعمل فيه الطعام ويصلي فيه. لذلك من كان فيه سرير في الجهة الجنوبية منه، فإذا صلى، وفي سنة النسائي وعائشة رضي الله عنها النائمة، إذا أراد أن يسجد ما في مكان للسجود، فيغمز قدميها
فترفع قدمه ليسجد عليه الصلاة والسلام. المقصود أن بيته صغير وسقفه من جريد النخل، والبيت نفسه من اللبن يعني الطين عليه الصلاة والسلام، وارتفاع سقفه قرابة 160 سنتي فقط. قال الحسن البصري رضي الله عنه رحمه الله: دخلت حجر بيت عائشة فرفعت يدي وأنا أناهز الاحتلام فلمست السقف بيدي، يعني السقف ليس بعال، وأما البي وأما الحجرة فلا سقف لها، يعني الفناء ما لا سقف. لذلك في الصحيحين قال: كانت الشمس تدخل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون فيها الفي. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. ولا يصح للرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، يعني أن المرأة يصح أن تعتكف في مسجد لو كان مهجورا، أما الرجل فيجب أن يعتكف في مسجد فيه جماعة ليصلي معهم، لأن الجماعة واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فليجب. فيشترط أن يكون هذا المسجد مما تقام فيه صلاة الجماعة، لئلا يخرج إذا نودي للصلاة لمسجد آخر يصلي فيه، وهذا أي خروجه من المسجد في كل وقت ينافي مقصد الاعتكاف. فالواجب أن يعتكف في مسجد تقام فيه الصلاة، ويسن أن يكون هذا المسجد تقام فيه صلاة الجمعة لئلا يخرج إلى مسجد آخر. ولو اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة يصح، لكن الأفضل في مسجد الجمعة لئلا يخرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. نعم، لئلا يخرج. فكلما مكث الشخص في المسجد لله سبحانه وتعالى فهو أفضل. وليس هناك أقل، وليس هناك زمن لمدة الاعتكاف، لا في القلة ولا في الكثرة، لكن بالنسبة للكثرة لا يزاد عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقع الشخص في رهبانية مذموم فيها، كما قال سبحانه: رهبانية ابتدعوها. وأرجح الأقوال أن أقله يوم وليلة، لحديث عمر السابق: يا رسول الله إني اعتكفت، إني نذرت أن أعتكف في المسجد ليلة، فقال: أوفي بنذرك. ولو دخل المسلم المسجد وراد أن يمكث فيه مثلا 10 ساعات 11 ساعة، ليس له قصد في المسجد مثلا بعد صلاة العشاء سوى طلب ثواب الاعتكاف، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك. لما لو قال شخص: أنا أريد أن أذهب إلى الحرم مثلا وأجلس صلي فيه العصر والمغرب والعشاء ثم أخرج، قال شيخ الإسلام: فهذا قاصد للصلاة ما قصد الاعتكاف. لكن لو شخص قال: أنا أريد أن أجلس من بعد العشاء إلى الفجر مثل الأيام هذه وأنوي فيه الاعتكاف، نقول ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره. نعم، يعني لو مثلا في حيك مسجدان، مسجد في الجهة اليسرى من بيتك ومسجد آخر في الجهة اليسرى، ونذرت أن تعتكف في المسجد الأيمن، لك أن توفي بنذرك في أي مسجد، مسجد الأيسر أو غيره، لأن المساجد تتساوى في الأفضلية سوى المساجد الثلاثة كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره. نعم. إلا المساجد الثلاثة. نعم، يعني لو شخص نذر الاعتكاف في مسجد في المدينة ثم قال: نريد أن أعتكف في مسجد في جدة، ما في بأس. أو
نذر رجل أن يعتكف في مسجد في مكة وقال أريد أن أوفي بنذري في مسجد في الرياض، ما في بأس؟ نعم، إلى المساجد الثلاثة، يعني لا يجوز إذا نذرت في مسجد فاضل توفي بنذرك في المسجد المفضول، يعني الذي أقل منه فضل. فإذا نذرت أن تعتكف في المسجد الحرام لا يصح أن توفي به في المسجد النبوي ولا في بقية المساجد. ولو نذرت أن تعتكف في المسجد النبوي يجوز لك أن توفي بنذرك فيما هو أقل منه، مسجد الأقصى أو بقية المساجد. ولو نذرت أن تعتكف في المسجد الأقصى، قلت نذر علي أن أعتكف في المسجد الأقصى، ثم قال لك شخص أنا ما أستطيع أن أعتكف، لا أستطيع الوصول إليه، فلو اعتكفت في المسجد الحرام يصح نذري؟ نقول نعم، لأنك اعتكفت في شيء أفضل منه. وكذا لو اعتكف شخص، نذر شخص أن يعتكف في المسجد النبوي واعتكف في المسجد الحرام يصح. يعني إذا نذرت أقل في مكان مفضول يجوز أن تؤديه في مكان فاضل ولا عكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة، وفي لفظ أفضل من ألف مئة صلاة. وأما مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى فلم يصح فيها الحديث، رواه البزار والطحاوي ولكن بإسناد ضعيف أن الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. وكذا لا يوجد حرم في الأرض، يعني المراد بالحرم أن هناك أشياء في البقعة هذه محرم أن يفعل فيها ويجوز فعلها في غيرها، فلا يوجد حرم في الأرض سوى في مكة والمدينة، لا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها ولا يقطع حشيشها في مكة والمدينة، وتزيد مكة ولا تلتقط لقطتها. أما رواية ولا تلتقط لقطة المدينة فالرواية في مسلم محمد لا تصح. وكذلك لا ينفر صيدها، يعني مكة أيضا والمدينة. أما المسجد الأقصى أو القدس فليس بحرم، وعبارة ثالث الحرمين لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة وإني حرمت المدينة، يعني لا تعمل فيها أشياء تعمل في غيرها. أما المسجد الأقصى فلم يرد حديث في تحريم شيء منه كما ورد في المسجد الأقصى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لكن لفظة أولى القبلتين يصح، لكن ثلاث الحرمين لا. وكذا لا يصح لأن يقال حرم المسجد الأقصى أو حرم القدس ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله إلا المساجد الثلاثة، فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب. مثل ما سبق تفصيل ذلك. وأما قصد بقعة من المساجد أو غير المساجد مما هو ثابت فلا يجوز إلا للمساجد الثلاثة. مثلا لو قال شخص أنا أريد أن أسافر إلى الرياض، لماذا؟ فقط أريد أن أصلي في المسجد الفلاني لوجود فضل فيه عندي ثم أعود، نقول لا يجوز، لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد. ولو قال شخص أنا أريد أن أسافر إلى مكة لأصلي في المسجد الحرام، نقول هذا هو المشروع. فالسفر من أجل البقعة لا تجوز المساجد الثلاثة، والسفر لغير البقعة في المباح أو المسنون يصح. فيجوز أن تسافر
مثلا إلى الهند، لماذا قال تقول أريد أن أطلب العلم عند العالم الفلاني؟ العالم الفلاني متحرك غير ثابت، ممكن يسافر، المتحرك يجوز أن نسافر إليه. ومثل طلب التجارة، لو قال شخص أنا أريد أن أسافر إلى الشام طلب التجارة يجوز، لأن التجارة ليست ثابتة في الشام، تتنقل من مكان إلى مكان. وكذلك صلة الرحم، لو قال شخص أنا أريد أن أسافر إلى قريبي في مصر يقول يصح، ما في بأس، لأنه ليس بثابت. لكن لو قال شخص أنا أريد أن أسافر إلى مكان في الشام أو مصر أو اليمن من أجل أن أصلي في ذلك المكان أو أن أقصده فقط، لا أريد غير هذا المكان، ما يجوز. حتى الحاج أو الزائر مثلا وسلم، زائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن ينوي زيارة مسجد قباء، لأن لا يجوز شد الرحل إليه، وإنما ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل المدينة له أن يزور قباء. وكذلك إذا وصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول أنا أنوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لا تشد الرحال، يعني لا يسافر إلا إلى 3 مساجد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه. نعم، يستحب له، يعني أن من مكث في المسجد بنية الاعتكاف ولم يفعل أي طاعة وإنما جالس في المسجد يقول أنا أريد الأجر في هذه الأيام، يصح اعتكافه، لكن يستحب له الإكثار من القرب وهي الطاعات، مثل ذكر الله عز وجل كالاستغفار والتسبيح والتهليل ونحو ذلك، وقراءة القرآن والصدقة والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادات التي يفعلها، التي له أن يفعلها وهو في المسجد لينال الثواب العظيم. نعم، قال رحمه الله: ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول، واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل، اجتناب ما لا يعنيه هذا في الاعتكاف وفي غير الاعتكاف، لكن في الاعتكاف هو مراده هنا هل الحديث فيما لا يعني أو الكلام بشيء محرم أو بفعل محرم مثل معتكف يسرق يبطل، هل هذه تبطل الاعتكاف؟ لا تبطل الاعتكاف. فمراده من هذه العبارة أن من لم يشتغل بالذكر اعتكافه لا يبطل، ومن تكلم بما لا يعنيه اعتكافه أيضا لا يبطل، ولو تكلم بكلام محرم أيضا لا يبطل، ولو فعل أمرا محرما كالسرقة والاختلاس ونحو ذلك لا يبطل. ما الذي يبطله كما سيأتي هو الجماع، كما قال سبحانه: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. نعم، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، لكن على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عامرا وقته بذكر الله عز وجل في اعتكافه، حتى إنه كان يجلس كما في السنن على عتبة باب حجرته الذي قلنا لكم أنه من قماش من صوف أسود، كان يجلس على العتبة، والجدار واحد للمسجد والحجرة، وهو جالس على العتبة عائشة رضي الله عنها تسرح شعره ولا يدخل إلى الحجرة، وهو يذكر الله عز وجل، وعائشة رضي الله عنها تسرح شعره عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي عن زيارة المريض ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. نعم، أي إلا الأمر محتاج إليه،
كقضاء الحاجة أو الأكل أو الشرب إذا لم يجد أحدا يحضر له أكلا أو شربا، أو أخذ علاج ونحو ذلك، لأن الاعتكاف هو المكث في المسجد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا أن يشترط ولا يباشر امرأة. نعم، عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن كنت في الاعتكاف ولا أخرج إلا لحاجة، وإني أرى المريض في البيت فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني ما تقف عند المريض كيف صحتك كيف حالك، لأنه منشغل بالاعتكاف، فلا يخرج الإنسان من بيته من مسجده إلا لحاجة، مثل يريد أن يغتسل في بيته، يغير ملابسه ونحو ذلك. قال المصنف: إلا أن يشترط. الاشتراط لم يرد عليه دليل صحيح في أن الإنسان يشترط في الاعتكاف، ومن قاسه على الاشتراط في الحج فهو قياس مع الفارق، لأن الاشتراط في الحج أولا أتى به النص، وأيضا الاشتراط في الحج هو في إتمام الحج، أما الاعتكاف فالاشتراط في فعل أشياء في الاعتكاف، مثل لو اشترط الشخص أني أخرج وأبيع وأشتري، هذا اشتراط ليس له أصل ويخالف مقصد النكاح. نعم، ومثل لو اشترط أن أعتكف لكن أشترط الخروج لزيارة والدي في المستشفى، نقول إذا كان لحاجة اعتكف واخرج لزيارته لكن بدون اشتراط، لا يعني يصح اعتكافك ولو لم تشترط. أما نقول لا يصح الاعتكاف إلا إذا اشترطت كالحج فلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمة الله عليه: وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. ولم يعرج إليه يعني لم يمكث عنده ويذهب يخالف طريقه إلى طريق المريض، مثلا يريد أن يدخل البيت يغتسل ويعود والمريض في غرفة أخرى، إذا لم يعرج عليه وإنما هو في طريقه، كيف أنت اليوم يا زيد، ما في بأس. الفعل عائشة في الصحيح رضي الله عنها، ولو جلس الشخص في بيته يسيرا مثلا يغير ملابسه ويشرب شاهي يسيرا ويشرب عصيرا ما يبطل الاعتكاف. المقصود أن المسلم لا يصعب حقيقة الاعتكاف، امكث في المسجد بقدر ما يمكن، وإذا تتك حاجة للخروج للبيت تزور ابنك أمك تقضي شيئا هناك تكتب ورقة توقع ونحو ذلك لك ذلك. نعم، ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من كتاب الصيام وختامه في باب الاعتكاف، ونرجو أنكم تعتكفون جميعا في الشهر القادم شهر رمضان في العشر الأواخر منه، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بما علمتم، فإن العلم يزكو بالعمل، إذا علم شخص حكما شرعيا من البركة فيه ومن أسباب زيادة العلم وصلاح القلب أن الإنسان يعمل بما علمه ولو كان في شيء مسنون إذا لم يشق الاعتكاف عليه. ويكون بهذا انتهينا بإذن الله من الشرح ما قصد شرحه وهو كتاب الصيام، أي أن غدا العصر ليس فيه درس في عمدة الأحكام، ونراكم إن شاء الله في وقت لاحق، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.